شربي ارتاح شوي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. مبروك جاكم صبي، ايش بدكم تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جي العوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزل له أنا؟ لا بتوقعي، خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي، هلا بتحسن. فوت تلقح شوي، ارتاح تكن طلعت الطبخة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم، أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة. هيدا أمر المير. نحن بأمر المير، بس يكون يرتاح وبكرة بيلحقكم. مشي معي هلأ. Thank you.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟ حكينا لك معه قال بده وقت تفكر إن شاء الله خير. ممنونك يا أبونا كتر خير. تكرم عيني. باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب. هلا يا هلا يا هلا شوف يا اهلا يا اهلا حبيبي شوف خليني اشمك اختي جت امي ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي انت وينو حنا نزلي عبي مي من العين وردي بعدها اخدي على خاطره مني تفضلوا تفضلوا فوتوا ارتاحوا جوا فوتوا وردي اهلا 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 تفضل تفضل ايه وردي وردي هيدي انا يمي كان حود طولتوا الغيبه علينا هالمره شغلتوا لنا بالنا ما يشغل لك بالك اخي طنوس بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كثير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك وبس تخف التلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحة وتنقاية وزرع لك العمر بيخلص كخي طنوس والشغل ما بيخلص عمي لحود أهلا وسهلا أهلين
كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي، اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانه مني، وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكم. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيبونا مكاريوس. شو قولك؟ صار من امبارح الغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب، انت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلنا على بيت المرحوم بو حنا مخلوف؟ انا ابنه صغير. اهلا وسهلا فيك. انت يوسف؟ اسم الله عليك، صرت شاب. انا ابو علي، انا وبيك كنا اصحاب من زمان، وايام كنا نترافق سوا. رحت مره واحده على ضيعتكم من 9 سنين بالليل، الله يرحمه شو كان محب. هيدا لو من اول الضرب عم بيقحوي نح، بضل عامل حلو ساخن. إيه هلا منشو بيضا مزبوط. انا بساعده سيدنا، انا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبيل مننزل حمولتنا بالساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع بقع كفرة وبترتاح بالبيت. هي ابو حنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحمولة، ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل عضيعنا بكير. هي ابو علي صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما ألمك يا يسوع.
نحن نزلنا الحمولة. خلصتوا؟ يلا فلوا. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابن الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل انت خبر يا ابو حنا انت. قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. عذرا يا عذرا سلمتك روحي لك. وصلنا على الغرفة قربي. أنتون 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 ليلتها مغفيت كل الليل ولنسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو مرقل الديس يا شباب؟ لايكل الديس. خدوا البركة خدوا البركة. رجبنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ عالغارة. يعلينا. طب ليك جتنا فكرة بلا ما تروح اليوم ماشي معنا. سمعنا مبارح بالقديس ابونا من يوصي لايكو يا ولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند بو يوسف اوعى حدا منكم يغزى عليهم. احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه. كتر خير البونا والفيا. ايه روح بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغاره بالاخر. بلكون زرع لك شويه حمص بهالمغاره ونحن مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم. أعطيني منه نصيب أيتها الأم القديسة.
اجعلي جروحات وحيدك في قلبي منطبيعة. شو بعده لحقنا؟ لك يا أحمد بعده لحقنا مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هذا أبو يوسف شافنا انفعل كلبه الجعار علينا. لا شو مأزي؟ كل شي استحقنا البان حمص رح عينه شو لايقه. الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرأة تموت ورا جوزها حتى لو كنت بعض صبية. أي والله والله ليه بقتلوا اللحوت بدت الخوري؟ من زمان ما عادش لحوت صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف مش قليل عروسته الحنة مثل القمر الله يوفقه بيستاهل. أخته كاولة جوزت قبل بشهر ونص مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير. عيوقة لزقة عيوقة لزقة. بس بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا. عويسي يا هلا. ملك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعم معك. شمس العمر ولت على غيابها. صار لازم نرجع بكون وعيت غالية صار وقت بدعتها. سلام ديت. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبها. بعرف بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها. لثلاث سنين مجوز
مبسوط مع مريم. إن شاء الله بضلك مبسوط كخي. يوسف اللي أبدأش بيعرف شو طعمي. أش قولك بسيدة؟ سيدة بنت كتير طيوبة بس مش إلي. انت شتلعت قديش بدايك؟ ناطرة منك ولنه إشارة؟ الحياة زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ أنطون ابن الياس، ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب. اسرار الله ما فينا نفهمها. قبل ما نفهم خليني نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الأصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنطوس. سكابا يا دموع العين، سكابا شمس العمر والتعالى. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخلينا نشتاق لك. خالي شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي. يسلموا ايديكي وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عنيس هالزرعات بشارة ندهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو ليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالي. Thank you.
مرحبا يا أخ. شايفك ظهر مدير بكير. شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة ما خلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وقت لين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدار خيي؟ صار لي فترة بالابتداء. كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل. تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر ما في طاعة. بشتغل ساعة المقدم بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله. بس لما يدعينا على الدار بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كتير. صعبة كتير صعبة. بمحبة يسوع ما في شي صعب. الله يرزق على الدعوت. أنا مش تعبت. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقاش تعزب تجي. سبق قلت لك على البيت مش راجع. البيت مشتاق لك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا. خيي يوسف برحمة بي رمانة على البيت. أختي أنا بطلت يوسف صرت شرب. ضل سكريم بصلاتي. طبر أمك إذا حاسس إن مناش دعوتك رجع معنا على البيت. وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
يسوع يوسف. خي ابونا شربل بنده لك الطبيب. شب حلو مثلك، دعاني يكون راح. ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجينا من الشرير. دايماً مع الله، دايماً مع الله، دايماً مع الله. برخمور بن الرئيس، مجد لله. دايماً لله، خير يا ابني. معلمي بن الرئيس، أنا الأخ شربل. هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت. أخ شربل وين؟ معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني، بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح، يعني إذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع أي داير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام ليسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية،
مع اختك مبتدئين. محل قلبي تشوف ابن شربل بون الريس وطالبه اذنك ورضاك. اختي انت عارفه انه الاخ شربل ندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن اهله وضيعته تيكون كله راقبه. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس ايدك خليني اشوفه ولانه مر. اعوذ بالله يا اختي، انا ما عندي السلطه لا اجمع ولا فرق ام عن ابنه، رح ابعث لك حدا يشوفه. اخ شربل، ابونا الريس بيقول لك امك برا وحب تشوفك. يسوع شربل، اروح امك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، خليني ضمك لصدري بعد مرة. يمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا تجي العواف. معلم بونا ريشع، بونا الحبيس، أخشار. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهل الأخ شربل فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا ليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك. مازالك جيت، بدي احكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان
إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمجد الله. أنا راهب بتدير فيها الفضائل كلها وأكثر من هيك. الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقرأني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير على قلبي. بدي منك يا بونا نعمت الله تنقل الأخ شربل على دار كفيفان مع الأخوة الدارسين تيتهيى وصير كاهي. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة مار إبريانوس بكفيفان تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد فيش 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطانس شاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون عبيروت. وضحايا، راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا فكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عتلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبه رح يقلل عقله وحسبنا كم سيجاره. القصه انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنه. منصير مثل خوري يلي ضيع شبيته. قال منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخين يا عم دخين. معلمنا امبارح ندبر مع انطلق هل ما تبلش شي على الارض اذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما. بس لو عم تشوفوا بالرهبنه لا له علاقه لا بالقداسه ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياه بالرهبنه والخلاف على السلطه بالرهبنه. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنه هيك كانت وهيك رح تبقى والشاطر بخلص نفسه. نهاية عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بيخلص نفسه، ما فيها كتير من الأنانية؟ مبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16 وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. Thank you.
بونا الحبيس، بونا عرفتني، أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغذى حتى تنشط. اعمل معروف، اعملوا لي أكل شهر بلا بونا، وحط بقلب حبتين خضرة، لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وقساوة على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشاوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. هاي جناديوس، انا راح اجيب لك حجار. معلمي بونا شاربل، انا بساعدك. هاي جناديوس، راح العمر خطيرنا. يا خي جاجورو، شريعة ربنا بعرق شبينك تاكل خبزك. شباب غدنا الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا نكفي الجبل لسه ما تروح دعين. عتبت قلبي و
باي وقصف حور بستاني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي وما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا ما حلى الصبايا خي حنا راح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر لك ايه يا عمر دينك لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا الله يأجركم يا شباب خلص النهار كمان اليوم السينا لابونا شرب طول النهار بلا أكل شافح سولنا سليب خنهوه نطورا بليليو دي مومو موريو قالو فسار الشهيد 20 أميلا والدماء تسيل من رجلاي وهو صابر يقول مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا كل همه كان يخلف رهبان دار مرز حيا مع بعضهم ومع كل اهل المنطقه ايه بده يحللوا الجو بده يحكم وحده بده يتحكم برقاب الناس بعد رسالتين اول وحده لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان وبعد رساله تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا رساله تاني بسب فينا ايه بسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقه شو بيقوم بيعمل رستم باشا صم اللهم يرمصهم شقيد هشك بيدفش رئيس الدائر بيدفشوا هون طار عقلي من راسي كيف بيهددنا بهالطريقه حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط بلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكريه اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ عملنا لهم قتله شو بدي اخبركم من كعب الدست جربوا من الرئيس يهدينا بس افش فايده خلصت القتله هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم بس هو كمان ما قصرش فينا اول ما وقع من القتله بعت علينا فرقه كامله من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا أخذونا أسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررهم العسكر التركي على سجن بيت الدين. نيلهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات ما تشطر فيهم. خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبه، بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحن اثنين ثلاثه منا كان معنا بواريد، وهي والمعركه دايره بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروته. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس ملحمت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان. حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة، ضربت العسكري بكعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض كفيت عليه كم ضربه. بلتفت بلاقي خيي ازحية قريب مني تيابو مخزق او منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جروهم حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبه. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجوره وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا اللي من دايرك في فان اخدوه معهم لأنه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق، غريب. شفتوا؟ صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا، خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكن شهادة للتاريخ انو الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحنا طايعين يما خارجين عن الطاعة؟ اخوتي يسوع بيقلنا بالانجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا قلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعود عنا وعنه. خيي فرانسيس إذا بتريد عبي لي سريج زيت. هلأ بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خيي كرمال المسيح. عمي بونا شربل أعطيني السريج، بس يروح الأخ فرانسيس أنا بعبي لك إياه. ايش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مسح. ممنونك يا ابني، سلم دقيقة. معقول؟ معقول؟ المي بتضوي؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول معقول؟ شو عم سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. ايش عم تحكي؟ بنا الرئيس خير إن شاء الله. خيبونا شربل رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيبونا شربل. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا بونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس بونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير بونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. اش رايكم نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
ونطلب إذنه وبركته. ريشة خيي ريشة، لا تخاف يا خيي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين. تفضل خيريش، اشربوا لأنه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريش بإرادته. إيش في؟ نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله عطانا إياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لبسو اياه باجري.
رجاك بترجاك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس وأطلب الغفران. تهيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه. بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعائلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس وحدي، خايفة وضايعة. الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا ابونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي اعوض عن حياة خسرتها. يا اختي توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أغصتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. عن بيت كارمل محبسة بشهو. يسلموا هالديات بونا شربل. نشكر الله.
معلمي بونا الحبيس بالرئه. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبه عنب وحده؟ صار لي عمر عايش معه ولا مره شفته ضاق حبه عنب او شرب بلعه خمر الا من الكياس المقدس. مشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كم موسم الأس وتخيرتي بدي قلك أنا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا أبونا شربلنا بس كنت مصالحة بعيلتي وجودك هون حد بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية بتفرض انه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاما إلا مرة واحدة في اليوم الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطائرة حصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. بونا شربت شو بيك؟ المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في تزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربل، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس. ليش يا الله؟ ايه هيك؟ ليش تأخرتوا يا ابني؟ اي صامت؟ الساعة 9. ايش صار؟ الظاهر نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش روش نقوم نشوف. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شربل على القليل كنت طفيت البدله والشراشه. ليش؟ ايش صار؟ منين هالحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شربل.
هلا ارفع ايدك واعطي الحله. دير يحتضن بشغف بين جدرانه رفات من
I'm not afraid to die.
بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا يسوع كل اللي انا محتاجه هو انت كل شهوة قلبي هي انت كل نبضة في قلبي بيك انت كل لحظة في عمري ليك انت مشاهدي التلونيير ونورسات الله معكم. يسرنا ككل سنة أن نلتقي وإياكم بقيم دير مرمرون عناية وأمين سر القديس شربل إذا صح التعبير ومدون شفاءاته. بكل فرح وبكل إيمان نرحب بالأب لويس مطر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ما بعرف هيك بتأملاتي وصلاتي. سنة مسجل 119 أعجوبي، في 30 أعجوبي منهم صايرين برات لبنان. وفي 13 أعجوبة مع غير معملين. عندنا أربع دروز، ست سنة وثلاثة شيعة من هالعجائب المسجلة لليوم. مين رح يكون؟ مع الدكتور والتر كوبيل من النمسا. رح مرته هي تخبرك الخبرية لأنه هي لبنانية. أصلاً جوزي حكيم طب عام أخصائي سكري. وعنده كمان بحكم طب صيني. كنا بالسوبر ماركت عم نشتري غراض وقلب فرد مرة ما بقى فيه يحكي ما بقى فيه يحرك ايده واجره بس بيتطلع وما في غير شيء. صرخت بدنا حكيم، طلبوا حكيم طوارئ لأن كان في مريض جاي هي مع الطيارة تحت اللي ياخذوا المريض على المستشفى. عرفته لجوزي قالت لهم بليز بعتولي في شيء دم براسه حول الدماغ و 35% من الدماغ تبعه انضرب. عملوا له عملية، نظفوا له مكفة، رجعوا بعتوا بنفس الجيت على مستشفى تاني بعيدة حوالي 140 كيلومتر. عملوا له عملية، هي اختصاصي للنيرفز للأعصاب ولهاللي عندهم مشكلة بالدماغ. نعم، عملوا له عملية وهو كان غايب عن الوعي، صار عنده شلل بالزلعيم، صار عنده شلل بالتنفس، وصار عنده شيء ما بنظهر من البيت الا بنجي. قلت له يا شربل، انا ما بقول له مار شربل، انا بقول له يا شربل لان بحسه معي دايما وهو اللي عم يساعدني. قلت له يا شربل انت الدواء وانت الطبيب، انا ما عندي حدا، انا عندي اياك بدي تساعدني. عملوا له كان مسكر من ورا دينته لشريان قلبه، كان كله مسكر. قالوا لي بدك تمضي لان هاي فيها خطر، ممكن مي من المعده تجي تدخل بالرويه يخلص، ممكن يصير عنده سكته قلبيه هو تحت العمليه، او ممكن يرجع يصير له فالج هو تحت العملية.
ما يقدروا يعملوا شيء. ما بيقدروا يعملوا شيء. قلت له مر شربيل انا بدي مساعدتك، بليز ساعدني انا لوحدي. صليت ومضيت لهم، لان اذا صار شيء مش هني مسؤولين. قاعد بالعمليه بسال رئيس القسم تبع الستروك، بقول له انت انا وقعت بالارض، حاصلوا عملوا له العمليه، ومن بعد جمعه نقلوه على مستشفى قريبه كمان بسوا بغرفة العناية الفايقة. قعد 6 جمع بين المستشفيتين بالعناية الفايقة، وأنا عم صلي لمر شربل وهو غايب عن الوعي، ما بيحكي وما بيبلع ونبريش بمناخيره وإيديه وكله، ما في نوع يعني بينه وبين الموت شعرة. صليت لمر شربل، تاني نهار بروح لعنده على السوا، بتطلع تخت فاضي. قلت أنا أكيد صار له شيء ونقلوا. فتت لجوا عم بتطلع، لقيتهم معادينه معلين له إجري وإيديه، لأن كان ويرمين ما في دم ما في يجري. فتت لقيته عم بتطلع فيي، قلت له والتر حبيبي. قال لي اجا لعند اليوم زلمي لابس فستان اسود طويل، شكله مثل الأبوكا، ما حكي معي، حكي مع المرضى واختفى. من وقتها صار يقدر يبلع، صار يقدر يحكي، صار يقدر يمشي. طيب شو بتقولي اليوم لمر شربل بعد هذا الشفاء بمناسبة عيده؟ بقول له ميرسي ميرسي ميرسي، نحن جايين من النمسا حتى لنشكرك، ومثل ما ساعدت جوزي بتأمل انه تساعد كل واحد بيطلب منك. بليز ساعد كل العالم، لأن كل واحد بحاجة لإلك، نحن ما إلنا غيرك. شكرا لك، صرخه من القلب هيك اليوم بشفاعه القديس شربل. ومبروك الشفاء. يور ويلكم دكتور. ميرسي ابونا، كلنا متاسفين بهالشهاده اللي سمعناها اليوم هيك عن حضور مال شربل دائما. وتف بقى يومتها السنه ب 24 طلعنا على المحبسه، وابني كان معي. بعد ما خلص القداس قدم لعند المذبح، في عاملين المغارة، وصلى وركع وصلى، وقال لي مام تعي ركعي وصلي معي. أنا اللي بيجي على مر شربل لأني ما بقدر بركع، من أنا وصغيري واقع على إجري على ركيبي، صحيت وبقدر أمشي وبقدر بركض وبقدر أعمل كل شيء، بس ركع أبدا. لاحظنا بعد ما شفي أنه بعد ما صحوا ركيبي بيجي 6 شهور أنه أنا أبدا ما بقدر بركع. يعني الأولاد بيركعوا أنا ما بقدر أبدا. ومشان هيك أنا لنفوت عمر شربل فوت حفياني، لأنه بقول له يا عمر شربل ما بقدر أركع قدام تحت الضريح، بقى على القليل أني أقدر أنه فوت هيك. هلأ فوق بالمحبسة ابني صار بكلم، قلت له ما بقدر أركع مام أنت بتعرف. أم قال لي بس لمرة أنه ولو هون عند مار شربل، مش أنت بتقولي هون مار شربل مثل هالنهار هو توفى. أم قلت له هلأ بعدين تحت، لأن كانت الكنيسة ملي، يعني هلأ بننزل لعند الضريح لعند مار شربل وبركع تحت. نزلنا من المحبسة وجينا لهون، هو ما نسى، رجع تحت ذكرني ما بدك تركعي. قدمت قلت له دخلك يا مار شربل بس لهالمرة، اطلب لي من ربنا أنه يخليني بس لمرة واحدة أقدر أركع. وطلعت لقيت ما في حدا قلت خليني أجرب وركعت. بس انا من وقت يعني من لحظه اللي انا وكنت عم بطلب الطلب فيها لو وصلت لهونيك، انا ما يعني كانت هي رايحه فكره اني اركع قدام مار شربل وصلي انا وراكعه، ما انا مش وارده عندي ابدا. ركعت وقمنا واخذنا بخور مثل العادي ونزلنا على البيت، ولا خبرت حدا ولا اجت براسي انه انا صارت هون هلا مع العجيبه.
رحنا ليلة الاختاص، يعني ليلة الدايم دايم، بقوم بوقف برا مثل كل العالم وعم بصلي على الساعة 12 وعم بقول له يا ربي سامحني لأني أنا واقفة وعم بصلي. المام ريكعة عم تطلب منك وكل العالم بتركع وأنا مثل هالليلة سامحني لأني ما بقدر أركع. أنا راي عن بالي إنه أنا طالبة هيدا الطلب من مار شربل. خلصت وفتت عم كفي المسبحة كانت على التيلي لوميير، بقوم بركع كمان ما بنتبه، بركع وبرفتح إيدي وبصلي معهم المسبحة للأخير. لما بوقع يعني بدي أوقف بسمع صوت بقول لي مش أربل ركعت فوق يوم ليلة الميلاد وهلأ رجعت ركعت وكفيت المسبحة، وبعد ما أنك مصدقان مش أربل تشفع لك عند ربنا. أنا ساعتها ما عاد فيي لا أتحرك ولا عيط لحدا، بس صدقني من وركعة لا ما كنت الثاني مصدق، يمكن ركعت أكثر من ألف مرة. والصبح بكير يعني لما صارت الساعة يعني بالنهار تلفنت له لأمين سر ما شرب مثل ما سميته. وقلت له أبونا البيت أنا اليوم ما لح أقدر أطلع لعندك، بس هيك هيك صاير أكيد بطلع بسجل العرس. وهيك ما شرب يعني مثل ما هو دايما بيقوله كل ما بتكونوا عم بتصلوا أنا بكون عم بصلي معكم. أنا هيك طلبت الشغلة ليوم واحد ليوم واحد، ومن من أحلى الشيء اللي هو بيقوله إنه على درب الرب كل ما بتقدموا فشخة لقدام الله بيقدمكم مية. أنا طلبتها ليوم صرت على طول بقدر بعملها. أيوه. شو بتقولي لما شرب الأخيرا؟ لما شرب بقول له كتر خيرك يتمجد اسمك، هي مش أول شغلة بتحسسني إياها. أنا دايما كل ما بطلب منه بأقل الأشياء يعني هي قدرت سجلتها لأنها شفاء، بس بكل الأشياء بفرجيني هو معي. بطلب من العالم إنه اللي عنده يا شربل جاي اشكي لك همي خفف آهاتي، صلي للرب وبدعي لك تشفيني من جروحاتي. يا شربل قلبي موجوع وعيني مليان دموع، كرمال العذرة ويسوع جفف نبع دمعاتي، كرمال العذرة ويسوع جفف نبع دمعاتي. يا شربل من مثلك مين قديس بيشفي، مولع بالمي من سنين الانديل المطفي، نور روحي بذات النور لتخلي قلبي مقهور، بطلوعي يأسي محفور بلسم حرقة نهداتي، نور روحي بذات النور لتخلي قلبي مقهور، بطلوعي يأسي محفور بلسم حرقة نهجاتي. يا شربل جاي اشكي لك همي خفف آهاتي، صلي للرب وبدعي لك تشفيني من جروحاتي. يا شربل قلبي موجوع I'm not afraid to die.
مش عم بقدر اغفى ونام همي كاويني من قسوة مر الايام حزني عجبيني يا شرب البسنين الطيب مالي غيرك انت رفيق كلل عمري بالتوفيق اشتاق وشفافي البسماتي يا شرب البسنين الطيب مالي غيرك انت رفيق كلل عمري بالتوفيق اشتاق وشفافي البسماتي يا شربي لحمينا
Daphne. I was blind from my right eye 2 years ago. November 14, I lost my vision from my left eye. And the doctor at the hospital told me that there was no way that I'm going to get my vision back. So I went home with no vision. In November 15, I got the surgery, went home with no vision. Daphne Gutierrez is a 30-year-old woman who was diagnosed with a condition called idiopathic intracranial hypertension. And basically, it's a disease where the pressure in the brain is high to the point of affecting the optic nerves. This disease process progressed where she became blind. Many, many medications were tried and basically failed. She had surgery at one point to help decrease the pressure inside the brain. That didn't work. She was disabled. She wasn't able to take care of herself or her children at that time. On January 7th, I got approved to go to a nursing home because I couldn't take care of myself. I have 3 kiddos at home. I have an 8-year-old, a 10, and an 11-year-old. My sister-in-law called my husband and told him they have the relics on St. Charbel. Take her. I went to St. Joseph Maronite Catholic Church to visit the relics of St. Charbel. We get there for the healing mass. She takes me, you know, to touch the relics, and she tells my daughter, tell Father Wissam to pray over her. And he did. He prayed over me. And she's like, if they have confessions, I'm going to take you. So she did. She took me to confession. They had the healing mass again. And she kept on saying, we're staying, okay? And I'm like, okay. And she's like, you want to go touch the relics again? And I'm like, yeah. But when we got there to the church, it was one of those times where you're just like tired and you say, please God, help me. You know, I'm tired. You know, I'm tired of going to you and praying and asking for you to help me, to heal me. And it's just like people tell me, pray, pray. You know, he's gonna hear you. And you go and pray and you walk out the same. And it's just like, come on. I'm here. I'm going to give in to you. Please hear me out. If you don't want to do it for me, do it for my kids. So that's the way I went in. I went in saying, please do it for my kids. I'm giving in to you, but, you know, do it for my kids. Daphne heard that the relics of St. Charbel were going to be at St. Joseph Maronite Catholic Church. Didn't know anything about St. Charbel, came 2 nights in a row. That last evening, 4 o'clock in the morning, she developed severe pain in her head. It was 4 o'clock in the morning till, you know, I felt my eyes burning. And it was really, they were burly, like burning. And I just like moved my husband. I'm like, hey, like get up, you know, my eyes are burning. And he's like, it can't be. You don't have no sensation in your eyes. I'm like, well, they're burning, dude. And I opened my eyes, and I'm like, hey, I can see you. And her eyes were burning. Woke up and was able to see a vision, was able to see a shadow. But her eyesight really wasn't back at that time. Went to her ophthalmologist, and her ophthalmologist did a thorough exam. We have the records here and reviewed all of the records. Interestingly, her vision didn't come back on that first exam. Within 48 hours, when she went to a second ophthalmologist, her exam was completely, completely normal. And they couldn't believe it. I go in there and they couldn't believe that I was able to see. And they did the test. I couldn't see. They did the test and I couldn't see clearly. But after my 4th day,
my 48 hour, I had 20/20 vision. What happened with Daphne make our church like a pilgrimage church now. It's a shrine. People come. Our church, by the way, it's open 7 days a week, 12 hours every day. And we are having people coming every day, visit the Holy Eucharist, visit St. Charbel, and taking the blessing and really calling me for prayer, for prayers to pray for them. Since that happened till now, 90% of my time is at the church. Praying with people, listening to them, that's unbelievable. It changed my life. I examined her after her sight came back, after her vision came back. Medically speaking, what's interesting, and what really captured my interest in this, was that you don't see resolution of vision within 48 hours, especially from a long-standing optic nerve problem such as what Daphne had. You know, my job as a medical physician is to try to find how this is explained medically. We discussed this case with a neuro-ophthalmologist. An outside consultant reviewed the entire case, and basically there is no explanation to explain that Daphne Gutierrez's vision one day was completely blind, and within 48 hours her vision was restored to normal after visiting the relics of St. Charbel. And so based on that information, we as a medical committee in reviewing this case cannot explain this medically. Like the doctors said, there is no explanation. God healed me. Yes, Daphne, he's coming from Dallas. Hi, how you doing? So nice to meet you. I heard so much about you. And so you're the one that had the miracle done. Wow, that's, thank God. I had a similar situation. Well, I got shot in the head at an attempted robbery, and I lost my vision. It's been about a month, and I'm here because of you, because of your testimony. I came off, we flew from Dallas on Friday, and I'm here to get healed. And that's what I'm going to do. She came with faith, and she left with faith. And now look at it. It's the same, I'm telling you. So you can see better than ever. Wow. And then how long were you without your sight? I didn't see from this eye for 2 years. From the right eye? From the right eye for 2 years. Mm-hmm. And my left eye, I didn't see since November 14th. Wow. And look at you now. Yeah, you can see, you can drive, you can see your babies. That's wonderful. I mean, that may bring chills to my skin. Yeah, definitely it's a blessing. You're a living miracle, a really true living miracle. Praise God. And God is first. Mm-hmm. And look at you, and thank you. I just wanted to give you a big thanks for giving your testimony. Because that's what's going to get the word out and bring people here that need the same healing. I have a little girl, too. I have a 3-year-old little girl that depends on me. You know, I graduated from college. I'm a teacher, but I can't do none of that right now until I can see again. And they rely on me. So have faith. My faith is here, and you know what? Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Can I give you a hug? Thank you. Thank you so much. God bless you, okay? God bless you so much, and thank you. Thank you. Thank you so much. And I'm just... Thank you so much. And I'm so happy for you. You don't know how happy I'm for you. And I know it's going to happen. بالسبب تجمعنا وقعدنا وتربعنا. Hundreds of faithful coming from the suburbs and surrounding villages gathered at Zababdeh, a small, predominantly Christian village in northern Palestine. They came to welcome the relic of St. Charbel, a Lebanese hermit monk in the 800s, known for his prayer life and holiness, and revered by many here in the Middle East. In an extraordinary atmosphere of joy and celebration, young people and adults flocked to this evening of prayer and songs,
animated by the sweet voice of Father Fadi Tabet, a Maronite priest who spreads the word of God through music and plays. I spread the message of Jesus Christ through my plays. I am a transparent person. I offer myself to Jesus Christ and I do this with joy, so that it can reach your hearts. I want your life and your hearts to change the same way mine did. We are proud as Christian Arabs to be able to appreciate the relics of Saint Charbel. This wonderful evening touched my heart. Our eyes were fixed on Father Thabet. We were happy to follow his speech and happy to pray and sing with him. By their fruits you shall know them. Inspired by these holy words, the Latin Patriarchate has successfully organized this evening of songs and prayers, which resulted in a beautiful encounter between the faithful and Saint Charbel. يلي سكنت بالسماء بجنب المسيح. With this demonstration of faith, Christians in this small village have asked for divine mercy through the intercession of Saint Charbel. أنا عفرق قلبي جريح مشتاق احكي معكم طول الكلام اشتقت لكم انا المزبوط بعاني من ظروف صعبه كثير. I have suffered from serious health conditions for about 26 years. I thank the Lord because he came here and I could get his blessing here in our city of Zabarde. Thank you so much, Lord. Through the intercession of Saint Charbel, I ask you, O Lord, help us and save us from diseases and heal every sick person who needs you. بشفاعتك يا قديس شربل انك يا رب تساعدنا وتخلصنا من امراض. مهندس الكتروميكانيك خارج من الجامعه الاصعيه مجوز عندي ثلاث اولاد هلا قبل الاختبار اللي عشته كانت حياتي حياه عاديه مثل كل الناس انه بشتغل وكنت تجوزت وربيت عائله انا من طفولتي كنت عم فتش على الله عم بسال هذا السؤال العجيب شو معنى الحياه ليش الله خلق الكون شو بده منا الله بالفعل شو بده من الإنسان يحقق ومشيت كل حياتي برحلة التفتيش إذا بدك عن الله وعن معنى الحياة هلا صرت تاخذ معي حسب مراحل حياتي كل مرة شكل شيء أول مرحلة من حياتي تركزت على العلم مشان هيك تخصصت بالهندسة وتخصصت بالهندسة النووية وتعمقت كثير بالعلوم تفهم سر الكون سر الحياة سر الله بمرحلة الحرب ينطرح السؤال بشكل أكبر لأنه بتعيش أنت كل يوم بمواجهة الموت بدي مواجهة الموت تطرح أسئلة عن الحياة علامة صبيع معلمين في خمس صبيع محفورين بزندي وعم بينزلوا دم ومي ومن وقتها لليوم صارت مكرر الاختبار معي شي 22 مرة بعد الاختبار اللي عشته بلشت بحياة جديدة حياة جديدة تغيرت نظرتي للعالم نظرتي للحياة نظرتي للناس عمليا صرت انكرس كل حياتي بس لخدمة المحبة والفرح والسلام لقيمة الإنسان أنا اليوم مدير النورسات فضائية تيلي لومير وبقضي نهاري مبدئيا بالنهار كل وقت تحت يعني متعاطى بالتقنيات وبالبرامج بتطوير المحطة النورسات محطة عم تكبر دائما بتعرفوا انه نورسات هي بصلب رساله المسيحيه بالشرق بيجي على البيت بعد الظهر شوي بتغدى بشوف العائله وعشيه بلش نهار ثاني النهار الثاني عشيه له عليها برساله بعائله مار شربل يعني تقريبا كل يوم عندي لقاء شي مطرح او محاضره شي مطرح او سهره صلاه شي مطرح عم نظم وقتي بشكل اقدر استفيد من كل دقيقه من النهار
عائلتي بدها قصة من وقتي بعطيها الوقت اللازم بشكل أقدر استفيد من كل دقيقة وأعطي كل واجب علي حقه. كانت القصة بالليل شي الساعة 10:30 بقيت للثلاثة ونص الصبح وبس غاب النور ظهر على زندي هون خمس صبيع محفورين بإيدي وحواليهم هيك في وهج أحمر وعم بينزلوا مي ودم. بقيت العلامة على إيدي شي 3-4 أيام أكيد فحصوها أطباء وعملوا فيهم تقارير طلع إنه هيدا حرق درجة ثالثة غميقة بس غريب لأنه ما في التهابات ولا وجع وبصح بسرعة كتير يعني 3-4 أيام بيختفي. وكنت عمير الشغلة كمهندس مدير شركة بس عشت الاختبار هيك تغير كتير اشياء بحياتي لانه فهمت شغلات كتير وعيت على امور كتير تغير راسي تغير قلبي تغيرت كلنا وبلشت بحياة جديدة. تركت شغلي كمهندس نزلت على التيري لومير اشتغلت وبلشت وبعدني بالتيري لومير انا كفيت شغلي بالتيري لومير وصارت الحادثة تتكرر بذلك الاختبار مش مرة واحدة. اول مرة كان بعشرة تشرين تاني 94 يعني من 20 سنة وشهر رجع بعيد مارشاربيل صارت مرة تانية وصارت كل سنة عيش الاختبار مرة أو مرتين يعني كل مرة يرجع شوف النور عن جديد يصير فيه تخاطب ترجع العلامة على إيدي عن جديد تنزل مي ودم شي جمعة وتروح بس ما بتروح على الآخر يعني بضل فيه عطول أثار صبيع وترجع تتجدد يعني من 20 سنة لليوم صارت شي 40 مرة. بعده بعرف إنه القديس شاربيل بعده عن يشفع بزواره أنا بهمني الناس تصلي له تطلب شفاعته ما تيأسوا من هالدنيا. اللي بيعرفوا بمرشربل بشفائه بده يتقدس بيشفيه حتى يتقدس بشفائه واللي بيعرفوا بوجعه عم بيتقدس بيعطيه قوة يتحمل وجعه وبيطلع على القديس هالشخص القديس بوجعه بس ما حدا بيقصد القديس شربل وبيرجع مثل ما كان. شربل السكران بالله، السكران بجماله، السكران بطبيعته. شربل السكران بالله ما قبل إلا ما نكون كلنا سكرانين معه بالله، ولهالسبب بيعمل علامات حلوة، علامات بتذكرنا كل يوم قد ايه وجود الله مهم بحياتنا، قد ايه هو فعلا موجود بحياتنا. العجيب كثيرة والشفاءات كثيرة بس كمان العلامات كثيرة وهالعلامات بيحملوها أشخاص وبتصير مسؤوليتهم انه يوصلوها للعالم كله. ريمو نادر موجود معنا اليوم، اسم بتعرفوه كتير منيح، مسكوا مر شربل من ايده تيمسكنا كلنا من ايدنا وقلنا من هون طريق الله ليفرجينا عبر ريمو شو هي الحقيقه. اهلا وسهلا فيك ريمو نادر. نحن منقول انه شربل سكران بالله والوصيه انه ما نكون سكرانين بشربل، نكون نحن كمان سكرانين بالله. والعلامة يلي أعطاك إياها شربل هي كمان وسيلة كمان تنكون نحن كمان عم نوصل نسكر بالله. صحيح. خبرنا شوي عن حياتك اليوم مع هالعلامة الحلوة يلي عندك إياها. هي بصراحة اختبار هذا عشته من 22 سنة بعناية بالمحبسة وغير لي حياتي. أنا كنت عم بعيش حياة فيها نشاط علمي ونشاط وطني وسياسي بالزمن اللي كنا عم نعيش فيه، وعشت الاختبار بعشرة تشرين تاني سنة 1994 وشقلبني في مرة تحتاني بوقتها من هذيك اللحظة. مش مهم علامات بالجسد والروح يلي بيقلنا انه جسدكم هو هيكل الروح القدس هيكل الكنيسة، علامات بتدهش الناس. يمكن في ناس بدها تستدل بشي، في ناس بتحب تلمس تشوف تحس. الطبيعة البشرية فيها شكوك طبيعي. شي طبيعي يعني مش طبيعي، ومثل ما قلت العمق بيكون على وين عم بتدل هالعلامة. فينا نشوف هالعلامة؟ فيك تشوفها بس على الأكيد لازم نوصل المسج وما يوقفوا عنده. لا أكيد يوقفوا عند يلي عملها ويلي قدس اللي عملها. نحن نعرف أنه يسوع هو مقدس القديسين والكل هالعلامات ومر شربل تيدلونا على حقيقة العيش بالمسيح يسوع. ما عنديش مشكلة بس ايه بدنا نشوفها بعيد ما نوقف هونيك. ما رح نوقف بس لو ما مر شربل شايف انه هالعلامة هي ضرورة لقلنا نحنا ما كان عملها. انا بامر مر شربل دايما هالاشياء كاتيا يمكن العقل البشري ما بيستوعبها، الطب ما بيفسرها،
بيوقف يعني بهالشهادة. ريمو بتغير اللون يعني الأصابع واضحين بتغير اللون. كل فترة بترجع بتنزف تنزل دم يعني 3-4 أيام وبترجع هيك بدون أي ألم؟ لا ما بحس بشي. بلا باقي هيك لكن رجعت عن جديد بترجع بتنزل دم شي 4-5 أيام وبتختفي. كل قد ايه بترجع بتتجدد على العلامة؟ ما فيش إلا توقيت، أيام بالسنة مرتين، أيام كل سنتين مرة. سمعت والدة الطفل الصغير عن القديس شربل وبكل إيمان توجهت إلى كنيسة القديس، وهيدا اللي صار واللي الطب بيعجز عن تفسيره. تقرير للزميلة فيفيان عقيق. نزحت من الشام لتعلبية، هربت من الإرهاب الداعشي لتنبش على سلام وأمان، فتكمش فيها السرطان هي وعم تطفي شمعتها التانية. حالتها كتير صعبة، نوع السرطان اللي عندها انه يعني بيروح وبيرجع، يعني وقتا بيرجع بيرجع بقوة وبيؤدي للوفاة. يعني خاصة هي كمان لقطت فيروس بعد الزرع اسمه CMV، كان كتير كمان صعب هاي الفيروس، تقريبا خطورته بخطورة المرض. يعني تاخد دواء كتير قوي لإله بس ما كان ينزل
بالعكس كان يرتفع. قررنا انه نطلعها من المستشفى وخلص نتكل على الله ونشوف شو بصير معنا. غرقت بأوجاع وسراج الزيت. جلجلة طويلة مشيتها ميلان، تحملت أوجاع وعذابات كتيرة، بس إيمان إما خلصها. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل حمينا حمينا. جبتها لهون على زحلة زورتها. ثاني يوم نهار الثلاثاء رحنا عملنا لها فحص الفيروس، ولا بيقول لي الحكيم انه طلع صفر الفيروس عندها، يعني باعجوبه طلع من جسمها. انت اللي انعطى لك مجد لبنان. رفق مر شربل العيله المسلمه السنيه لتنتصر صغيرتهم بشفاعته على المرض. كنا راجعين الساعه 8 على الطريق نامت. فاقت ميلان قالت لي اجى لعندي بابا شربل اليوم. قال لي بابا شربل صليت الله يشفيك عطاني ما يخبز. حبت أما تر لي سنديان عروق تركع لك الكرمي تعصر ومدوك. العلاقة بين بنت لثلاث سنين والقديس شربل مميزة، صديقة وقت الحزن وملجاها الوحيد لتخفيف الألم، ووحدة كنيسته بتحسسها بالأمان. بس تكون أنا مزعلتها مثلاً، منعتها عن شغلة وهيك، بتروح بتحمل صورة مار شربل وبتبكي وبتصير بتحكي معه. بس شو اللي بتحكي وشو العلاقة يعني بينه وبينه ما بعرف، يعني هاي ما حدا بيعرفها غير ابنها. شربل حمينا حمينا. بحب كتير لبابا شربل. يعني شو حلو نبدأ حلقتنا بكل إيمان وبكل حب وإيجابية، وياريت كل مواضيع بالعربي اللي مشبرح، وكل أسبوع ما بقدم لكم إلا مواضيع حلوة وإيجابية لحتى الإيجابية تعم بكل لبنان وكل الوطن العربي. بدي رحب فيك سيدة رنا البقاعي، حضرتك والدتها لميلان. ميلان بونسوار. أنت اسمك ميلان؟ ميلان شو؟ البقاعي. نعمة الله زيادة يا أطيب زوالي، ولا تلمي بالفادي حبه زي النار. قد ما بصلي قد ما بكون مبسوطة. أنا من صغري عندي إيمان وكتير كبير وبحب هيدا الشغلة. هلأ فرحيني كتير كلهم بيقولوا لي ليش أنت أجل عندك مر شربل؟ لأنه أنا بصلي كتير وبآمن، خليني آمن وبيجي لعندهم، مش أنا وحدي بيجي لعندهم. عم بيطلعوا بفوروا مثل الكربونات وبيصيروا بخور. والبانسمون اللي عمل لي فيها الحكيم إيدي بينه، إيه بعدها موجودة عندهم كلياتها بخور. صار عندي شفاءات، ياما ناس بيجوا بيتمسخروا، أنا بضحك بنبسط، ما بحكي ولا كلمة، أنا مبسوطة، أنا طلبت. ياما ناس تمسخروا قالوا بتلزق بخور رح تشكوا علي. كان في عنا وحدة عذبتني، قلت له مع ألامك يا يسوع رح تشكت علي للمطرنكين جاي. كنت انوجع يصلخوا لي لحمي بلا بنج بلا شيء تيشوفوا إذا بدي انوجع. يعمل لي أبونا جان كاليكش أنت على الحساب ما بتنوجع. قلت له أنا إنساني ماني حيواني. الجروحات بوجهه بيفتحوا بوجهه، جرح بيوجع، بس أنا ما بقول عم يجعوني. إذا بقول عم يجعوني بكون ما في اتحملهم، أنا بتحملهم ومبسوطة. ما بيعودوا يطلعوا عن إيدك تيطلعوا لحيله. إذا بدك تشيلي بتصلخي لي لحمة. صار يكتر البخور. آخر شيء صار يتعبى عندي زيت. تعبيت بخور. هلأ رح برجكم صورة معبية كلها بخور وزيت. أبعوا مني رجع. ما ترح لي أبعوا يرجع يطلع بخور ويطلع زيت. كان في بروفيسورية، في حكمة، في قضاة، لهم الصبح تنورت. نحن لازم يكون عندنا إيمان كتير كبير بالله. أنا تعرفت على هيلين أبو خليل سنة 94 مع رسالة أنه يجب إجراء فحوصات للتأكد من
الحوادث اللي عم بتصير، الاشياء اللي عم بتصير، الظواهر اللي عم بتصير مع هيليني. وبعدين سكرنا على الايد من الصبيع للكوع بشكل انه ضابط، ما حدا يقدر، لانه نحن شغله الطب انه والعلم انه الشك، بدنا نوصل لنتيجه حتى لو في احتمال واحد بالالف انه حد عم بتحط البخورات او حدا عم بيساعدها بالبخور، نكون نشيل هالاهتمام، وذلك للمصلحة العامة للوصول للحقيقة. لازم نأكد على شغلة، طيلة إقامتها بالمستشفى كانت بغرفة معزولة. لحتى شو يصير من بعدها؟ منتابع سوا هالتقرير للزميلة إلدا قصير. تحولت هيلينة من 20 سنة لرمز لظهورات مر شربل بعد ما أجري العملية بإيدها. بعد شهر، بعد الشهر رحت على الشغل، عم بخيطوا الدخان، أنا مش لازم خيط لأنه إيدي بعد لقطتين مش مفتقين بإيدي عفوا مات. رحت أنا خيط معهم، رجعت إيدي مثل ما كانت. رحنا صلينا بالكنيسة، قلت له يا مر شربل أنت الطبيب تبعي، أنا ما بدي أروح عن طريق فرنسا. فحصلت طلع بخور السمع بمستشفى الروم، عملوا لي اكبر عمليه، صلخوا. هيلينة ما وقفت هون، طلبت علامات لجراحات المسيح بجسمها وتحققت امنيتها. راح يصلك، قال لي بتقولي لهم للرهبنه يعملوا مسيره لإلك، وقولي لهم طلب الحشمه، طلب الاشاره على الراس، طلب نصلي مسبحه الورديه. نعم. والاعترافات والمناوله. هيدا بالظهور يلي انعمل عمل لك فيه بطول العمليه. هيك. هيلينة وفرجتني إيدها، وهالإيد هيلي تقريبا مثل ما هي بالوقت الحاضر. في حباحب بيشبهوا تقريبا حبات الحمص أو فلقات الحمص الصغيرة، لونها غامق شوي قريب من لون البخور على كل حال. فخبرتني أنه هودي على كل حال بيروحوا وبيجوا إلى آخر. بواجهك البخور بواجهك؟ لا أنا فيك تشيله منهم ولا لا؟ هني ثابتين، بيطلع لحمة، هني صلخوني. عم نشوف هلا الجروحات اللي بإجريكي. هن حضرتك طلبتي هالجروحات من السيد؟ انا طلبت من يسوع، ركع عم صلي له، شفته عم ينزف كله دم. طب حتى هدول الكنيسه كشفت عليهم؟ كلهم عملوا عمليات، شالوا كل شيء. بيزعجك انه في شيء وعيونك لعينينا نور، زهرت عشفونك حبه البخور، اتاسك الحق اللي مذبحك البيت، بحنيت السبلي ركعت وصليت. يا شربل يا شربل يا شربل احمينا احمينا. Kim był ojciec Szarbel? Święty Szarbel MacLough urodził się w 1828 roku. Był piątym dzieckiem z kolei w rodzinie MacLoughów. Na chrzcie otrzymał imię Józef. W 1851 roku, wbrew swojej rodzinie, Józef wstępuje do klasztoru i przybiera imię zakonne Szarbel. Był on świadkiem rzezi tysięcy chrześcijan dokonanej przez okupujących Liban Turków otomańskich. Święty Szarbel zostaje pustelnikiem. Żyje przez 23 lata w pustelni. Msze święte odprawia w kaplicy świętego Piotra i Pawła. Jego cela jest niezwykle skromna. Już za jego życia, wypełnionego pokutą i umartwieniami, miało miejsce wiele cudów. Ojciec Szarbel zmarł w 1898 roku.
1965 roku został beatyfikowany, a w 77 kanonizowany. U grobu ojca Charbela tysiące, tysiące ludzi z różnych stron świata wypraszają łaskę zdrowia. Po jego śmierci z jego ciała zaczął się wydzielać cudowny olej. Do grobu ojca Charbela przybywają ludzie z różnych narodów, różnych wyznań. Każdego miesiąca do ojca Charbela pielgrzymuje razem z tysiącami pielgrzymów libańska matka, 12 dzieci, kiedyś sparaliżowana, a jednak w cudowny sposób uzdrowiona dzięki operacji, którą przeprowadził sam ojciec Charbel. يوم 22 صار عمره 22 سنة والعلامة هي السيدة نهاد الشامي اللي قال لمر شربل انت علامة على الأرض والعلامة مستمرة مثل ما قال بعد ما أجرى إلى عملية ليل 21-22 كانون الثاني 1900 يا رب بشفاعة مر شربل. البداية من جزء من حياة السيدة نهاد الشامي من الطفولة إلى الزواج. إنه ما يترك رب وربنا ما بيتركنا شنو هي ربي معطاني وطلبت لا ربنا إله وقت بيسمع دخيل اسمه بيعطينا والحمد لله وصلنا لهالوقت هذا وشينا على الساحل بعد الإعلان شو صار بليلة 21-22 كانون الثاني 1993. السيدة نهاد الشامي عمرها اليوم 76 سنة ولما صارت معها الأعجوبة كانت بعمر 54 سنة. آلاف المرات خبرت قصتها أمام المؤمنين ووسائل الإعلام محلية وعالمية وكل مرة بتتذكر هالأعجوبة تبكي خاصة إنه هالمرة 22 كانون الثاني بيصادف ليلة أربعة فجر الخميس يعني عم تتذكر كل شيء كأنه هلأ. وأنا سنة 93 سقط علي فيلج كانوا سهرانين عندي عائلتي وليدي اشتغل أنا بعني كل شيء بإيدي. الله لا تتهربي لا تتكدري أنت عليمي للعالم بدي مني كل 22 تطلعي تعملي قد الشكر كل شيء وانت طيب هو فرض وفرض علي 22 وطلعنا انا وعائلتي اول نهار الجمعه وصرنا كل 22 نطلع كنا قليل يعني شو بلشت العالم تكتر المؤمنين صاروا يلحقوني ونصلي الحمد لله وصار زيح الاربين الحمد لله زيح الاربين هالمشي سنتين ثلاثة صار نعم. بس كتير انبسطت زيح الاربين هو انبسط كمان ظهر عليك وقال لك ايه قال لي كتير كتير حلو زيح الاربين وانا مشارككم انا معكم طيب اليوم الجرح امتى بيفتح وامتى بيسكر انا كنت كل نهار خميس بس صرت بال21 وقف الجرح اول شهر قلت انا فيش بقى جرح ولا شيء 21 تلايت الدنيا وانا شعير فيه مش حاطة ايه بلاش كل 21 عم برجع انجرح بس اليوم نحنا مش 21 لانه انت كل ما جيت تخدم ابني بتحسن شوف ببين الجرح بين الجرح ايه نحنا اليوم مش 21 لا نعم بين الجرح
هلا قبل ما جيت وما كانش كثير مبين. بس هلا بين وفتح بلش ينزل دم. ايه مشان نمسحه. مزبوط. لا هلا جهه اليمين كمان في ظهور للدم. ايه الحمد لله كثر خير. طيب الدم شو بتعملي فيه؟ والله يجيب بياتكم يا ابني. الله يخليكي. انا قويت في خدون الناس سويت. طيب انت بشو قطبوكي؟ انا مش عارفني قطبوني وقتها صبع خيطان طلع من رقبتي وقت اللي ظهر علي و... ايه بيقولوا بالبيتكان يعني فحصون عند الله يرحمه البابا يا حبيبي. في صنفين الخيطان. نعم. في خيطان عمليه وفي خيطان بالشعر دقنه. اها. طيب الدم اللي فحصوه بيرجع لفئه دمك؟ لا مش لفئه دمك. لا مش لفئه دم. هيك فحصوه بروما. بروما. واللي بيطلع من رقبتي الدم له فيها هيك بيقولوا بابا. انا هيك بيقولوا. شربي ساعدنا شربي ساعدنا شربي لحمينا حمينا ساعدنا ساعدنا شربي لحمينا حمينا. من 21 سنة وشجرة الميلاد بمنزل آل الشامي بتكون من السندين. شو السر؟ شو الإفادة من هالشجرة اللبنانية؟ وشو الأعجوبة التانية اللي حصلت مع السيدة نهاد الشامي؟ والورقات ببخروا فين على ثلاثة أيام. بتصلي شيء أنت وياه بهالليلة؟ شو بتصلي له؟ شو بيصلي معك؟ لا أنا وياه بيصلي ثلاثة أبينا وثلاثة سلام ويرتل ترتيلي هو بي. شو هي؟ ما بعرف هش بالتلياني بالتلياني؟ ايه ونقوم بيقول لي انه هاي بتعطي للعالم بركة. انت شو بتصلي له لما شربه؟ بصلي له مثل الله بس انا فيه باهرة كالي فرحية طاهرة لكن على قدر ما هو صعب. كيف كان النهار؟ أعظم نهار هالنهار الحمد لله إنه فيقني على النهار اللي شافيني مثل اليوم والترم هو زيت والتالج مثل ما كنت يعني سنة 93 الحمد لله كثير ذكرت هالنهار هذا كأنه اليوم بعمل العملية من 93 لهلا 22 سنة كل شهر بتجي لهون كل شهر إيه؟ الناس لحقينك لهون لحقين مشربل ليشوفوا شو عم يعمل وعائلتك كمان معك إيه 12 ولد مجموعين إيه اليوم هون لدرجة انه اليوم كانوا مقررين يعني حابين انه يكونوا هني معك بالقداس ويقدموا القربان لو ما عجقت السير الكتير امي ونشكر الله رجعت طبيعية ان شاء الله بتضلك بصحتك على طول وتحملي يا غافي وعيونك لعينينا نور زهرت عشفونك حبت البخور قداسك الحق لي مذبحك البيت بحنية السبل ركعت وصليت يا شرب السعد
حبت قمح ترمي وسنديان عروق تركع لك الكرمي تعصر وما تدوق حبت قمح ترمي وسنديان عروق تركع لك الكرمي تعصر وما تدوق حملتك الخضرا لدم المسيح باركت للسطرة كانت لك طريق يا شرب ساعدنا يا شرب ساعدنا يا شرب لحمينا حمينا وطننا الحبين عتمت السعادة وسراج الزيت ردوا للعطاء رجعوا الأمان انت اللي انعطى لك مجد لبنان يا شربل ساعدنا يا شربل ساعدنا يا شربل شرب لحمينا حمينا نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى فلنقف مصلين خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان اهدي
جسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيداتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. From Lourdes, the miracles poured forth. And over the hill of Harissa, since the inauguration of the shrine, believers were drawn to it from Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, and Egypt, as well as European and American countries. The name Our Lady of Lebanon became known across the countries of the East and overseas. Wherever a Lebanese went, Pope John Paul II visited the shrine of Harissa. And from there, he urged young people to pray to the Virgin Mary, Our Lady of Lebanon, to protect Lebanon and its people. Today, there are few villages in Lebanon that do not have a church. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, As-salamu alaykum. فاجعليني يا أمي بشفاعتك كليات الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى إذ يفصلوني الموت من هذه الحياة. تقودي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. السلام للبيعة ولبنيها.
نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. Wyrażając głęboką wdzięczność za kanonizację świętego Jana Pawła II i świętego Jana XXIII, powierzamy ich wstawiennictwu wszystkich Polaków, szczególnie tych, którzy żyją poza granicami Polski, a zwłaszcza wspólnotę Polaków w Libanie. Aby świadectwo tych wielkich świętych było wzorem do naśladowania i by radość z tak wielkiej łaski ogłoszenia świętym Jana Pawła II umocniła naszą wiarę. Ciebie prosimy. إلى الله بتايب وخشوع، وليسأل الرحمة والحنان. لا تعرف القبض فمن منك
شرب القديس من عنا حب الكل كبار صغار بعجيب وشتقنا فيها شفي وناس كتار شرب القديس من عنا حب الكل كبار صغار بعجيب وشتقنا فيها شفي وناس كتار الطب بموطن عاجز ومكبل محتار يا شربل شو منتمنى ضلك معنا ليل نهار تحمي الناس ببلادنا من الحروب والدمار من الحروب والدمار عحبك نحن وعينا ما تتركناش وما صار بتنينا وعشرين الشهر ودربك مليان زوار عحبك نحن وعينا ما تتركناش وما صار بتنينا وعشرين الشهر ودربك مليان زوار ويصلوا لطلوع الفجر ويتزين بشموع وغار من محبستك شع النور فاح العطر والبخور طيفك بكل ضيعة ودار يا ساكن كل الأديار بها الدنيا مهما كبرنا عاد
سراجك عتمتنا وينجينا من الأخطار، يضوي سراجك عتمتنا وينجينا من الأخطار. شرب القدس من عنا شرب القدس من عنا حب الكل كبار صغار، بعجيب وشتقنا فيها شفيو ناس كتار.